السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الصف الثاني عشر أدبي، أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة. معكم معلمة المادة ولاء محمد. تذكرنا معي رؤية مدرستنا، وهي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. قيمتنا لهذا الأسبوع هي بعنوان الولاء والانتماء. إن قوة الشعور بالانتماء تنمي الحس الأخلاقي وتقوي الشعور بالالتزام بما فيه الصالح العام. درسنا لليوم عزيزاتي الطالبات هو بعنوان الجينات. افتحي معي الكتاب المدرسي صفحة 20 ولنتعرف معا على أهداف درس اليوم. سنفسر معا نتائج مندل ونقارن بين تعريف كل من الجين والأليل، ونستنبط العلاقة بين جين العداء والأداء الرياضي. في الحصص الماضية درسنا معا الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء والألياف العضلية ذات الانقباض السريع، وقمنا بالمقارنة بين خصائص كل منهما كما هو موضح أمامنا في هذه المقارنة. وفي درس اليوم عزيزاتي سوف نبدأ بتفسير نتائج مندل، ولكن في البداية حددي معي التشابهات بين أفراد العائلة الواحدة. هل يوجد هناك بعض الصفات المشتركة بين أفراد العائلة الواحدة كما هو موضح من شجرة هذه العائلة؟ ولنسأل أنفسنا أيضا ما السبب وراء بعض اختلاف بعض الصفات في الإنسان؟ إجابتنا على هذا السؤال هو موضوع درس اليوم، وهو عن الجينات. إن الجينات تعد السبب الرئيسي في اختلاف الصفات في الإنسان. والآن لنستمع إلى هذا الفيديو لنجيب معا على هذه الأسئلة. اقرأي الأسئلة جيدا، وبعد الاستماع إلى الفيديو سنقوم معا بالإجابة عليها. تجارب مندل. Mendel's experiments. عبد الله، انظر لشجرة عائلتنا، أليست رائعة؟ إنها رائعة بالفعل، ولكن على الرغم من أننا نشبه والدينا في بعض الصفات كلون البشرة والشعر والعيون، فإننا نختلف في صفات أخرى كوجود الغمازات مثلا. ملاحظات جيدة. فهذه الصفات الشكلية كلها صفات وراثية انتقلت من أجدادنا وأبائنا إلينا. سبحان الله، هل تعلم يا سالم بأن دراسة نبتة البازلاء كانت الخطوة الرئيسة لفهم كيفية توارث الصفات من الآباء إلى الأبناء في المخلوقات الحية؟ نبتة بازلاء ووراثة، وكيف ذلك؟ ستعرف الإجابة، ولكن بعد أن تعرف قصة عالم النبات مندل مع نبتة البازلاء. بدأ اهتمام العالم مندل بالنبات منذ طفولته في بستان والده، حيث كان بمقدوره توقع أنواع الأزهار والثمار التي يمكن الحصول عليها عند تلقيح النباتات، وقد ركز على دراسة صفات معينة لنبتة البازلاء. ولماذا استخدم نبتة البازلاء بالذات؟ لعدة أسباب، منها سرعة زراعته وتلقيحه، ولأن عمر الجيل فيه قصير نسبيا عدة أشهر، وبذلك يحصل على نتائج سريعة، ولأنه يحتوي على مجموعة من الصفات المتضادة والتي يسهل ملاحظتها وتمييزها، مثل الطول ولون الأزهار وغيرهما. وقد قام مندل في كل تجربة بتتبع صفة واحدة للنبات، حيث قام في إحدى تجاربه بتتبع صفة لون القرون لأكثر من جيل، فقام بزراعة نبتتي بازلاء، إحداهما تحمل الصفة النقية للقرون الصفراء والأخرى تحمل الصفة النقية للقرون الخضراء. ولضمان عدم حدوث تلقيح ذاتي من نفس النبتة،
قام بقص الأزدية أعضاء التذكير من أزهار إحدى النبتتين، ثم قام بعملية تلقيح خلطي بنقل حبوب اللقاح من إحدى النبتتين للأخرى، فظهرت جميع النباتات في الجيل الأول بقرون خضراء. هذا غريب، ولماذا لم تظهر نباتات بقرون صفراء؟ سؤال في مكانه يا سالم، استمع لبقية القصة لتعرف الإجابة. ثم جمع مندل بذورا من الجيل الأول وزرعها للحصول على الجيل الثاني، وهنا كانت المفاجأة، فقد ظهرت نباتات بقرون خضراء وأخرى بقرون صفراء، لكن غالبيتها خضراء بنسبة 3 للخضراء إلى 1 للصفراء. هذا غريب حقا، وما تفسير ذلك؟ قسم مندل الصفات إلى صفات سائدة، وهي الصفة الأكثر شيوعا بين صفات الأبناء، وصفات متنحية، وهي الأقل شيوعا. هذا يعني أن صفة القرون الخضراء سادت وأخفت صفة لون القرون الصفراء، لذا ظهرت في جميع أفراد الجيل الأول ومعظم أفراد الجيل الثاني، بينما صفة القرون الصفراء متنحية؟ تماما، وقد قام العالم مندل بتكرار هذه التجربة مئات المرات، وتوصل إلى جدول مقارنة الصفات الوراثية لنبتة البازلاء لمعرفة الصفات السائدة والمتنحية. فعند تلقيح نبتتي بازلاء، إحداهما بأزهار بيضاء والأخرى بأزهار أرجوانية، ظهرت معظم الأزهار أرجوانية. هذا يعني أن صفة الأزهار الأرجوانية هي السائدة. والآن لنجب على الأسئلة السابقة. من الفيديو السابق تعلمنا أن واضع علم الوراثة هو العالم ديوجور مندل، وهو أول من اقترح نظرية حديثة في الوراثة، وقد استخدم في تجاربه نبات البازلاء، وذلك لسهولة زراعته وتلقيحه، حيث أن النبات يحتوي على أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث، كما أن عمر النبات قصير، خلال عدة أشهر تظهر النتائج على التجارب، وكذلك لديه عدد كبير من الصفات التي يمكننا دراستها كلون القرون وشكل البذور وملمسها والطول وكذلك لون الأزهار. من الجدول أمامنا يتضح لنا نتائج تجارب مندل على نبات البازلاء، فالآباء في هذا الجدول هو من قام مندل بتزويجهم، وهي قرون صفراء وأخرى خضراء، قام بتذاوب أو تلقيح نبات بازلاء لديه قرون صفراء وآخر لديه قرون خضراء، فكانت النتيجة في الجيل الأول والذي يرمز له بF1 جميعها صفراء اللون. وعندما قام بإجراء تلقيح لنباتين من الجيل الأول صفراء اللون، وجد أن ناتج الجيل الثاني يظهر بنسبة 3 صفراء اللون إلى 1 خضراء اللون. ومن هنا يتضح لنا أن صفة لون البذور الصفراء هي الصفة السائدة، أما لون البذور الأخضر فهي تسمى بالصفة المتنحية، ولذلك تعرف الصفة السائدة هي الصفة التي تظهر بنسبة كبيرة في الأجيال، سواء الجيل الأول أو الجيل الثاني، أما الصفة المتنحية فهي تظهر فقط في الجيل الثاني وبنسبة قليلة لا تتجاوز 25%. هناك بعض الصفات تسمى بالصفات السائدة، والصفة السائدة لها شكلان، إما أن تكون سائدة نقية أو غير نقية، أما الصفة المتنحية فهي دائما صفة نقية. نرمز للصفة المتنحية بحروف small أو صغيرة، مثلا G small G small للون البازلاء الأخضر. أما الصفة السائدة النقية فيرمز لها بحرفين كابتل، جي كابتل جي كابتل. أما بالنسبة للصفة السائدة الغير نقية فإنها تأخذ حرفا كابتل وحرفا سمول، أي جي كابتل جي سمول. لاحظي معي
صفة السائدة النقية حرفان كابتل، الغير نقية حرف كابتل وآخر سمول. أما الصفة المتنحية فهي دائما نقية وتحمل حرفين صغيرين. والآن لنختبر فهمنا لهذا الجزء. ما نسبة النباتات ذات البذور الخضراء في الجيل الأول؟ نعم أحسنتي، كانت 0%، لأن الصفة المتنحية لا تظهر في الجيل الأول. في أي جيل ظهرت الصفة المتنحية؟ كما ذكرنا منذ قليل ظهرت في الجيل الثاني بنسبة 25%. والآن ما هو الاستنتاج الذي توصل إليه مندل؟ نعم، لقد توصل مندل أن هناك بعض الصفات الوراثية تكون صفات سائدة والأخرى متنحية. لنتعرف الآن على مفهوم الجين والأليل. يعرف الجين في الكائنات الحية على أنه الشفرات الموجودة في الـ DNA والمسؤولة عن إظهار التركيب والقيام بالعمليات الحيوية، أي أن الجين هو قطعة من DNA تختص بإظهار صفة معينة ومسؤولة عن تراكيب وعمليات حيوية معينة. أما الأليل فهو نسخة من الجين، أي أن لكل صفة جين مسؤول عن إظهارها، وهو مثلا هذا الجين مسؤول عن إظهار صفة اللون البازلاء الأصفر. أما مصطلح الأليل فيطلق على هذا الحرف، أي شكل الجين أو نسخة من نسخ الجين. لكل جين أليلان يتحكمان في إظهار الصفة. والآن ما هو الفرق بين الجين والأليل؟ أحسنتي، إن الجين هو شفرة DNA، أما الأليل فهو الأشكال المتنوعة للجين. لاحظي الأشخاص في الصورة، هم بعض الأفراد الممتلكون لقدرات فائقة وقدرات خاصة لأداء الرياضة. فهناك لاعبات قفز الحواجز التي حققت رقما قياسيا ولم تخسر سباقا واحدا طول مسيرتها الرياضية، وكذلك الطفل الذي يمتلك عضلات تصل وتمكنه من رفع أوزان ثقيلة، وكذلك هذا اللاعب أسطورة رفع الأثقال. لنسأل أنفسنا، هل التدريب فقط هو الذي يؤثر في قدرات الشخص الرياضي؟ وهل يولد أطفال لديهم استعداد على التفوق الرياضي عن غيرهم؟ وما المقصود بالأكتن 3؟ وما تأثير وجود الأكتن 3 على صفات الأفراد؟ هناك اختلافات تصل إلى 30-80% في القدرات الرياضية يمكن أن تتسبب فيها العوامل الوراثية التي أو الجينات التي يرثها الفرد من آبائه. فأجريت دراسات عديدة على جين يسمى بالأكتين 3، وهو جين العداء، أو أحيانا يسموه بجين القوة الخارقة، وهو المسؤول عن إنتاج بروتين يسمى ألفا أكتين 3. وهذا البروتين شائع في العضلات ذات الانقباض السريع، ولذلك وجدنا أن بعض الأفراد لديهم تباين في هذا الجين وأصبحوا أكثر ميلاً إلى التفوق في العدو وكذلك في الأنشطة التي تتطلب سرعة في الانقباض أو تعتمد على العضلات سريعة الانقباض، ويزيد هذا الجين من الأداء العضلي بنسبة 2-3%. والآن افتح الكتاب المدرسي صفحة 29 وقيمي معي فهمك لدرس اليوم. لماذا يسمى أكتين 3 أحياناً بجين العداء؟ نعم، لأنه شائع في العضلات ذات الانقباض السريع. لماذا يوجد تباين في القدرات الرياضية لأسباب وراثية؟
وجد العلماء أن جين الأكتين 3 والمسمى جين العداء ينتج بروتين يسمى بالألفا أكتين 3، وهذا البروتين شائع في العضلات ذات الانقباض السريع. أنهينا معا درس اليوم. أترككن في أمان الله ورعايته.